أجريت جلسة البرلمان المقررة لبحث الأوضاع في غزة، أتابعها مع مراسلينا هناك بدر الركابي. مرحبا بك يا بدر، الجلسة هل التأمت أبرز النقاط التي ناقشها النواب؟ نعم زميلي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. في هذه الدقائق يفترض أن تبدأ جلسة البرلمان 21 من الفصل التشريعي الثاني لسنة التشريعية الثانية. هذه الجلسة فيها فقرة واحدة تقتصر على مناقشة القضية الفلسطينية وما يتعرض إليه يعني الأشقاء الفلسطينيين في غزة من قصف الكيان الصهيوني وكذلك الممارسات الإجرامية. بالتالي هذا ما دفع البرلمان أن يتجه لأجل عقد جلسة متخصصة من أجل مناقشة هذا الموضوع. قبل أن أكون معك بالبث المباشر، تحدثت مع عدد من النواب حول هذه الجلسة، طبيعة تفصيلاتها، بل أيضا الحديث عن أبرز مخرجات هذه الجلسة. تحدثوا لي النواب بأن الجلسة ستتمخض عنها توصيات وليست قرارات. هذه التوصيات ستدفع باتجاه الحكومة العراقية الثبات وكذلك التأكيد على ذات الموقف بجمهورية العراق الداعم للقضية الفلسطينية وكذلك للفلسطينيين ولما تواجه اليوم فلسطين من العدوان الغاشم من الكيان الصهيوني، بالإضافة أيضا إلى أن تكون هناك تحركات حكومية من أجل تقديم المساعدات خصوصا فيما تحتاجه غزة اليوم من المعونات الغذائية وغير ذلك. بالتالي أن تكون هناك ضرورة لأجل مساعدة غزة. دعني أتحدث يعني بتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفي الآن الأستاذ محمد البلداوي، نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والمتحدث باسم كتلة صادقون النيابي. أهلا بك أستاذ محمد، ضيفا عزيزا على شاشة التغيير ونشرة الثالثة. إذا ممكن حدثنا عن الجلسة، متى ستبدأ بالتحديد؟ يفترض عند الساعة الثالثة، تجاوزنا نصف ساعة، وأبرز مخرجات هذه الجلسة ما ستكون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ومشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد هذه الجلسة التي طالبنا بها وجمعنا التواقيع وقدمناها إلى رئاسة مجلس النواب لإنعقادها تمثل استمرارا للحالة والموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية والمندد بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب وما تقوم به هذه الآلة المجرمة من أعمال قتل تبررها بعض الدول المجرمة مثل أمريكا الصهيونية التي تدعم التدمير والدمار وتنظر بعين لعله عمياء، وأقولها بصراحة هي تتسافل في عملية دفع الكيان الصهيوني وتزويده بالأسلحة وتقديم الدعم الدولي له والتغطية على جرائمه من خلال إطلاق ما تسمته بحق الدفاع الإسرائيلي المتناسية، أن هذا الحق هو للفلسطينيين أصحاب الأرض وأصحاب الوجود الإنساني المتجذر في عمق التاريخ الذين عانوا من ظلم وطغيان الكيان الصهيوني منذ أكثر ما يزيد عن 50 عام من القتل والتدمير والإرهاب. أستاذ محمد، هذا الموقف هل هو تتبناه فقط كتلة يعني كتلة صادقون النيابية أم كل الكتل داخل مجلس النواب اليوم داعمة ومتفقة مع هذا الموقف؟ لا أتكلم بصراحة، أقول أن أغلب الكتل السياسية هي اليوم داعمة لهذا الموقف وستكون حاضرة وتكون لها الموقف المشرف الذي عكسه أبناء الشعب العراقي الذي خرج بالملايين منددا بهذه الجرائم الدائمة للقضية الفلسطينية منذ عملية طوفان الأقصى التي خرج الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه مستبشرا بوجود حالة من المقاومة والثورة على الطغيان الصهيوني المحتل الأراضي المقدسة. لذلك اليوم نحن نريد أن نتجاوز حالة التنديد والشجب والاستنكار إلى حالة من الموقف الحكومي الذي يتبنى القضية الفلسطينية. هذا الموقف يترجم، نحن الآن نعد هذه الورقة، قبل قليل كنت مع الأخوة قيادات الكتل السياسية، نعد ورقة لإصدار بيان نيابي يدعم توجهات الحكومة في دعم القضية الفلسطينية وكذلك أيضا توفير المساعدات والدعم المادي لها من خلال إيصال المساعدات الطبية والغذائية والمستلزمات والاحتياجات الضرورية، كذلك أيضا دفع وزارة الخارجية إلى التحرك على المنظمات الأممية
العالمية كمجلس الأمن والأمم المتحدة والدول الكبرى التي ترعى الحق الفلسطيني والتي تنظر بعين العدالة إلى القضية الفلسطينية مثل روسيا والصين وباقي الدول العربية من أجل أن يكون لها موقف دولي لإيقاف العدوان الصهيوني. نعم زميلي، كما استمعت لهذه التفصيلات، هذه أبرز ما ستكون كمخرجات عن جلسة البرلمان اليوم. بالتالي مجلس النواب اليوم يتطابق مع الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية وأيضا المندد بما تمارسه الكيان الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق. شكرا جزيلا لك يا بدر ولضيفك الكريم.